تقاتل تستنكر اي اعتداء على المتظاهرين من قبل اي جهة مهما كانت مسمياتها. وحتى القوات الامنية ليس لها الحق ان تعتدي على المتظاهرين في ساحات الاحتجاج. الاحتجاج واننا متظاهرين في بادن نؤكد على سلمية التظاهرات والحق لكل العراقيين بكل مسمياتهم ان يشاركوا في هذه التظاهرات. ولا يجوز لاي جهة مهما كانت حزبية او طائفية ان تختزل ساحات التظاهرات لمصلحتها لتسويق خطابها الايديولوجي او القومي او العنصري. فاراقنا الحبيب واحد موحد بشعبه. نعمل على قيم المواطنة ووحدة الشعب العراقي اولا. عاش الشعب العراقي في كل مكوناته المجد والرحمة لكل شهداء العراق.